غادي نعطيك مجموعة من الأسئلة وغتحاولي أنك تجاوبيني عليهم، واخا ماشي أنا اللي كنسول، المستمعين. أخ ألوغ ألوغ، شحال أنتم مزوجين ابتسام؟ تبارك الله. ألوغ 21 عام ديال الزواج في فرنسا ولا في المغرب؟ لا انا تزوجتي في المغرب وجابني لافرنسا. واخ تزوجتي في المغرب؟ واخ تزوجتي وي ولادي انا زايدين هنا في لافرنسا. واخ بارفي بارفي. ألوغ امتى وشحال باش توفى دابا؟ 8 شهور. السؤال اللي سولتك مستمعه مجد، قالت لك كيفاش عرفتي انه مزوج؟ ايوا كيفاش عرفتي انا مزوج؟ قالوا لي، قالوا لي خوه. شكون اللي قالها لك؟ خوه. خوه هو اللي قال لي سيغ بلاص ملي مات. وي واخا عيط لك في التليفون ولا تما فرنسا نيت؟ نو هذا باش كان في لوبيتال وداكشي، هو يقول لي غنقول لك واحد الحاجه وانا يعني ما حيلتي، انا ما ديتش في ديك الكلام اللي قال لي انا راهي المغنيه وداكشي، انا ديتها غير بقى فيا غير انه راه مات الله يرحمه، ولكن صدمة في نفس الوقت ملي قال لي وغنقول لك واحد الحاجه وما تشوكيت شنو قال. ولكن ماشي انا كنت عارفه كاينه شي حاجه، ولكن ما كنتش عارفه انه وصلت زواج. عنده معاه شي وليدات؟ اوغوزمون لا. اوغوزمون لا. الو قبل ما يموت بين سمان صيفط لك هذه الاغنيه، كان فيها ام ميساج اللي ما فهمتيش حتى مات، لانه يعتذر انه دار واحد الحاجه بلا الموافقه ديالك اللي هو الزواج. الليله اللي غيموت فيها اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الكلمه الاخيره هي سمحي لي. واو انت ما عرفتيش علاش قال لك سمحي لي؟ كتقولي اول علاش كيقول لي سمحي لي؟ لا داكا عيطت لك الزوجه ديالو؟ عيطت لك؟ وي وكنعرفها. من الفوق كتعرفيها؟ كنعرفها مزيان. شكون؟ كنعرفها يعني ماشي صاحبتي، مي كنعرفها معرفه كنعرفها مزيان، وديجا حصلت فات كان النيميرو ديالها عندها واتصلت بها وقلت لها حشومه لي كتعرفيني، ولكن مالوغوزمون راه لا قلت لك حمزه خويا راه واحد الجواب جابت يعني باش جاوبتني ماشي ديال عرفتي، واحد الجواب اللي جاوبتني اش غنقول لك؟ خايب جواب خايب جارح، جواب جارح وما شاء الله يعني الزوج ديالي الله يرحمه ماشي انا اللي شوكاني يعني ماشي المستوى ديالو، ان المستوى يعني ديال هاد الانسان اللي تزوج به ما كيهمش. ليسونسيال هي ان السيدة انت كتعرفك مزوجة به، ما خداش الموافقة ديالك. كتعرف ولادي، كتعرف كل شيء. ما تكونش جارتك؟ نو ماشي جارتي. المشكلة هضرت معايا واحد النهار تعرفنا وقلت لها هذا راه الزوج ديالي، ولات كتقول لي السلام من مورايا وبقات فهمت. ولكن فهاد الليله هادي ما نقول اخويا حمزه ما نكذبش عليك، يوميا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. واخ وي موا باش مات دابا. وي الى حدود الساعه انت واش كتبكي عليه حيت مات وكنتي كتبغيه، ولا كتبكي على هاد القضيه اللي دار؟ صراحه شوف بينك وبين نفسك، اما حنا غادي نسمعوا الجواب ديالك، غير بينك وبين نفسك واش كتبكي على داك السيد اللي كنتي كتبغيه وعندكم وليدات وعشره و 20 عام ديال الزواج وبوكو تشوز دوزتوا اونسومبل، ولا كتبكي على هذا الشيء اللي دار معك هذا السيد؟ جاوبيني بصراحه. واش غنقول لك؟ بعض المرات كنقول انا نقول لك واحد القضيه، قول لي بالله لا فصالتي كنقول الله يسامحه دنيا واخره. انا مسامحه، وبعض المرات قلبي تيبغي كنقول لا ما خصنيش نبكي عليه، ولكن ما دام دايره مع وليداتي ما كنقول. شوف نسى عليا وليداتك، شوف نسولوا الحياه حنا اللي كنعيشوها، الوليدات تا هما كيعيشوها. اللي كيبكيني الشمته بصح. على رغم الهضره ديالك وتا المستمعين قالوها لي، قالوا لي مستمعين
خدمه الواتساب كيكومونطيو على ليستوار انت كتعاودي هما كيكتبوا. المهم اللي بغات هو طبعا يعيش معنا هاد هاد الاكسبيريونس هادي انكم اي حاجه كتسمعوها سوغ شادا فام اي حاجه كتسمعوها في برا مصطوري في اونيه تعلقوا عليها رقم الواتساب 07010140. الوغ المستمعين كيقولوا لي حمزه هاد السيده هادي ما كتبكيش على ديك السيد اكثر من انها كتبكي على هاد الشمته اللي طرات ليها. لا لا كنبكي عليه تا هو ما ماشي بالنسبه أه؟ ديال داك هادشي اللي طرا. ما علينا سمحتي له؟ طبعا سمحتي له؟ طبعا سمحتي له ابتسام؟ نعاود لك السؤال. لا, لا والله انا مسامحه والله والله حيت ما حيت داكشي اللي دوزنا ماشي ماشي واخا كان شي جرح الجرح عميق ولكن انا ما نكذبش عليك انا مسامحه كنقول ديما كنقول دنيا واخره. دابا غنسولك سؤال اخر طرحوه للمستمعين عاد. دابا ملي كان مزوج بك انت ومزوج بيها ما عمرك حسيتي بشي حاجه؟ حسيت بالخيانه ولكن ماشي ماشي واصله للزواج. هذه يجي بالخيانه ولكن فهمتك. حيت لانني حصلت المراه حصلت و تيهضر معاها وداكشي ولكن باش انني نقول يوما ما غادي تزوج جامي. المستمعين كيسولوني قالوا المختار بركاني من المانيا قال لي علاش غادي تزوج وملي ملي العلاقه الزوجيه ديالو ما نقصها حتى شي حاجه. هي جاوبتني في الاول قالت لي انا كنت كنتعامل معاه معامله اللي كنفضلوا على وليداتي. الوغ راه باين الجواب ما كينشرح شي امور ما خصهاش تشرح اكثر. راه قالت في الاول انها كتعامل معاه معامله اللي تفضله عن نفسها وعن ابنائها زعما راه باينه كاينه ولا ما كاينهش ابتسام؟ اقسم بالله ربي شهد عليا اقسم بالله كما قالت لي مريم قالت لي اللي فات مات ما عليك الا تدعي معاه بالمغفره وتسامحوا لان المسامح كريم. ضروري ضروري وكاين واحد السؤال بات وليدات وي 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 وتفضل تفضل اسنا شنو هو السؤال اللي تبغي تسول لالا لالا ابتسام اللي كنشكروها كنشكروك من شادا فام وكنشكروك على هاد القصه ديالك مع اغنيه وفرحنا هضرنا معاك ولكن الاجمل هو انك انسانه كريمه انسانه طيبه انسانه قلبها كبير. وي سي فري كنا كنخطئوا في الحياه ديالنا كنا كنطيحوا في دي زيغاغ ولكن غتسمح لي الاخ حمزه تفضل لان تفضل. الغريب الغريب في الامر تفضل اها يعني الغريب في الامر يعني كان انسان معالي ماشي اغريسيف ولا شي انسان تي يعني ولا شي انسان تيبين لي انه ما كيبغينيش ولا باديتو كان معايا يعني من احسن رجال راه هادشي اللي هادشي اللي ما بتفهمش ليا. فهمت السؤال سؤال محمد من مدينة الدربيضة كيقول لي سولها واش إذا كان جا سولك أو بغى ياخذ الموافقة واش كنتي غتوافقي؟ جامي جامي صافي صافي أنتم سمعتوها سمعتوها مستمعين سمعتوها سمعتوها سمعتوها. شكرا لك ابتسام شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك انا فرحت بزاف هضرت معاك وبغيتك تستمتع بالاغنيه والله العظيم والله العظيم سان سان غون بليزير ميرسي بوكو. تهلاي في وليداتك وعيشي حياتك ابتسام الحياه كنعيشوها مره واحده ابتسام ما نعيشوهاش في بكاء. بارك الله فيك الله يحفظك جزاك الله خيرا. الحياه مازال قدامك وعيش واستمتع وهذه هذه سنه الحياه الحياه هكا الشيء اللي كيوقع عادي جدا اللي كيوقع راه عادي هي قاصحه حتى يموت الواحد غتعرفوا انه كمزوج سي با فاسيل ماشي سهله ولكن المسامح كريم بصدمه العمر بحال اللي قالت لي مستمعه انا كتقول لي قولها واش عمرها سولات راسها شنو اللي غيكون عند الاخرى وما عطاتولوش هو. جاوباتنا سناء جاوباتنا قالت لك هي سناء كنت تعامله وتفضله بزاف ديال 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 الداتاي. انا النصيحه اللي غادي ننصح ابتسام اخصائي نفسي ثم اخصائي نفسي حيث الاخصائيين النفسيين عندهم دور مهم 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 جدا في هاد السيتواسيون هادو الاخصائي النفسي